القعده اللي احنا قاعدينها النهارده دي هي في الاجابه على جو كده في الثوره المصريه ما بين اوساط اليسار ماشي، هو انه يا عم ما توجعلناش دماغنا بقى ستالين ايه وتروتسكي ايه ومش عارف مين ايه. وواحد مره قال لي يعني طلع فكره عبقريه، قال لي ما ستالين مات بقى ما تسيبوه في حاله، ما معناه يعني. فالنقاشات واصله للمستوى ده، وناس كتيره من اليساريين الثوريين نفسهم كمان بيبتدوا يتلخبطوا في الموضوع ده. في موضوع ايه اهميه الفرق ما بين الستالينيه وتحديدها بشكل ملموس والماركسيه الثوريه، ومنها برضو افكار بتيجي على نفس اللبس ده، انه طب ما كلنا نبقى مع بعض وكلنا ثوريين وكلنا يسار، فكره كمان وحده اليسار اللي بتيجي. انا رايي انه اذا هتتكلم على اي وحده، اي تنسيق عمل، اي عمل حتى منفصل، لازم تبقى عارف انت مين وغيرك مين. احنا كيسار مركزي ثوري لينا راي محدد في الاستالينيه، ولا ترتبط بس الاستالينيه بستالين، ها زي ما انت كنت قلتي في تعريفك كده، وانت كنت قلت انه اذا كانت ارتبطت في البدايه بشخص الدكتاتور قائد الثوره المضاده في روسيا اللي اسمه ستالين، فهي بعد كده ارتبطت باشكال مختلفه وناس مختلفه وتنويعات فكريه مختلفه. ولكن اللطيف على تلك الاختلافات كلها نلاقي انه اليمين واليسار على مستوى العالم بيلتقوا في فكره ربط الستالينيه اللي احنا بنسميه ستالينيه بالفكره الاشتراكيه نفسها. مش كده؟ فنلاقي انه الاحزاب الشيوعيه في العالم تاريخيا مهما حتى غيرت اسمائها وبقت بقى من كتر ما بقت مكسوفه من الاتحاد السوفيتي وانهيار الكتله الشرقيه وكذا، معظمها سمى نفسهم ايه لو تفتكروا؟ حزب الشعب. تلاقي في اي حته دلوقتي يبقى في حته اسمها حزب الشعب تعرف ان ده الحزب الشيوعي سابقا، بس مع نوع من الكسوف. دول طبعا كان بالنسبه لهم غير العلاقات المباشره مع الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه والمروح والمجاي، لا بالنسبه لهم كان الاتحاد السوفيتي وغيره بيمثل قدره الفكره الاشتراكيه على التحقق. بالنسبه لليمين طبعا الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه بالنسبه لهم طبعا لازم يقدموا فكره دي الاشتراكيه. هي الناس لا لاقيه تاكل، يبقى دي الاشتراكيه، يبقى خليكم معانا احنا الليبراليه البرجوازيه الديمقراطيه البرلمانيه، لان الناس عارفه تفتح بقها ده حقيقي، مش عارفين يفتحوا بقهم. مش عارف 10% من السكان في الاتحاد السوفيتي في السجون. مش عارف كام في الميه من الناتج القومي الاجمالي بيطلع من العمل بالسخره في الاتحاد السوفيتي. طيب خلاص يبقى هي دي الاشتراكيه، يبقى انتوا اوعوا بقى ايه تهوبوا للفكره دي. وفعلا حتى في امريكا في كتير من الاحيان كانوا لما يبقى في متنافسين اثنين على رئاسه الجمهوريه، واحد منهم عايز يهد الثاني يضربه تحت حزام، فيقول لك عنده ميول اشتراكيه. ودي كافيه جدا لانه البعبع موجود. البعبع موجود. وبالنسبه لليسار الديمقراطي مثلا اللي هو الاجتماعيين الديمقراطيين، دول بالنسبه لهم طبعا برضو كانت فكره انه الاستالينيه هي الاشتراكيه فكره مهمه خالص. لانه هم كانوا بيركزوا على فكره الاصلاحيه. فكره الاصلاح، التوجه نحو الاشتراكيه من خلال تحقيق مكاسب بسيطه من خلال الديمقراطيه البرلمانيه. يقول لك شوفوا اهو ادي الاتحاد السوفيتي، ادي روسيا عشان حصلت فيها ثوره في 1917، هم لا لاقيين ياكلوا ولا عارفين يتنفسوا وديكتاتوريه شديده وكذا، يبقى احنا الديمقراطيين الاجتماعيين احسن وسيله. اكتر ناس اطرحت عليهم فكره وواجب ان هم يفضحوا الاستالينيه هم الثوريين، هم الاشتراكيين، هم الثوريين، هم الماركسيين، اللي هم عايزين يشيلوا الغبار ده من على الفكره الماركسيه نفسها مع الفكره الاشتراكيه نفسها، علشان هي في الواقع اصبحت من اهم، بل هي كانت اهم سبل الدعايه المضاده ضد الماركسيه، كان المشاور على الاتحاد السوفيتي، وتكفي المشاور عليه. تمام؟ طبعا قام بدور كبير في فتح الاستالينيه التيار التروتسكي على مستوى العالم، تروتسكي نفسه هو اللي كان قاد المعارضه اليساريه ضد الانحرافات اللي كانت حاصله في الاتحاد السوفيتي، وبعدين اضطرد من الحزب الشيوعي، وبعدين اضطرد من البلد، وبعدين اتقتل
اهله كلهم بما فيهم ابنائه واحفاده كل ده من على ايد ستالين، وبعدين اتقتل هو في المكسيك لما وصل المكسيك. ده كل ده عشان كان بيقول انه الستالينيه ده انحراف بيروقراطي عن الماركسيه وعن الاشتراكيه. ايه الافكار الاساسيه الستالينيه؟ خليني احاول احط اربع خمس افكار اساسيه وبعدين نرجع نشوف هي جت منين. الافكار الاساسيه الستالينيه اعتقد كلها ممكن تنبع من فكره الاشتراكيه في بلد واحد. فكره ان احنا نقدر نعمل نظام اشتراكي في بلد واحد مقفول عن العالم او حتى بيتاجر على العالم بس المهم عنده حدود مستقله. فكره ثانيه مهمه ممكن نتكلم عليها هي الاساس الفلسفي او احد الجوانب الفلسفيه للفكره دي اللي هي بنسميها الماركسيه الميكانيكيه او الماركسيه الفجه بتتسمى في ايضا. برضه من الافكار الاساسيه فكره اهميه الثوره الوطنيه الديمقراطيه. وده هنتكلم عليها برضه. فكره التحالف الطبقي ما بين العمال والبرجوازيات، العمال الطبقات العامله وبرجوازياتها. فكره الاستبداليه وتهميش دور الطبقه العامله في الثوره وفيما قبل وفيما بعد. دي افكار بتمثل كل متكامل ومترابط داخليا وممكن نتكلم عليها واحده واحده. انا بس حبيت ايه اقول لكم ما اراه كده كاسس للستالينيه. لو عايزيني بعد كده بتكلم على اي حاجه ثانيه انتوا عايزين تشيروا اليها ممكن. الستالينيه من وجهه نظرنا مش نوع من انواع الاشتراكيه وانه يعني نتصالح مع بعض ونحب بعض كيسار وكان الله بالسر عليهم وكفى الله المؤمنين القتال. الستالينيه تاريخيا كانت تجسد الثوره المضاده على الثوره العماليه في روسيا. طبعا الستالينيه في روسيا حاجه والستالينيه خارج روسيا حاجه وده هتكلم عليه حالا. الستالينيه في روسيا كانت هي افكار، هي منظومه افكار البيروقراطيه المسؤولين، ها جهاز الدوله اللي اتبنى على حساب الطبقه العامله المنهاره في عشرينات القرن العشرين في روسيا. وابتدت البيروقراطيه دي وابتدى جهاز الدوله ده وابتدى المسؤولين الكبار يشوفوا العالم بشكل زي ما الماركسيه بتقول بشكل في النهايه بيقوم على مصالحهم الخاصه. البيروقراطيه في العشرينات في روسيا انفصلت بمصالحها وبرؤيتها عن العالم، برؤيتها للعالم عن الطبقه العامه. ازاي حصل ده؟ ده حصل بالاساس من خلال حاجتين. الاولى هي الحرب الاهليه. الحرب الأهلية اللي بدأت مع بداية الثورة، يعني الحرب الأهلية ثورة أكتوبر بدأت و ثورة أكتوبر بدأت و في نفس اللحظة هي اعتبروها بداية الحرب الأهلية لأنه بدأ مالكي الأراضي الكبار والبارونات واللوردات وكذا يكونوا جيش. الجيش ده حتى كان التاريخ بيقول انه كان عندهم ازمه في ان هم يجيبوا جنود للجيش ده، فكان الجيش ده مكون من جنرالات وكولونيلات واصغرهم مثلا مش عارف ايه رتبه ايه، لانه كانوا بيدافعوا عن فكره الملكيه المطلقه للاراضي وفكره هدم السوفيتات اللي اتعملت وفكره القيصر اللي لازم يرجع وفكره انه الجمهوريه دي كذا، فكان صعب قوي، كان عندهم ازمه شديده في ان هم يلاقوا عمال وفلاحين وجنود يجوا معاهم يتطوعوا في الجيش ده، وكان اللي بيساندهم في الواقع كانت جيوش الدول الامبرياليه الاستعماريه اللي كانوا لسه عمالين بيتخانقوا مع بعض في الحرب العالميه الاولى، ولكن فجاه طبعا تناسوا كل ده واشتركوا كلهم في عمليه واحده لهدم النظام الجديد في روسيا. فنلاقي انه اليابان داخله من اليمين من غالي بوستك، انجلترا رايحه
تحتل اوديسا وهلوما جرى، وهلوما جرى المانيا طبعا تاخد اوكرانيا وغيره. الحرب الاهليه انتصر فيها الجيش الاحمر، واستطاع البلاشفر وقيادة تروتسكي ان هم يعني كونوا اصلا جيش احمر من العمال والفلاحين من لا شيء. وهذا الجيش نتيجه لقياده صلبه، نتيجه لافكار اشتراكيه هم مؤمنين بها بيدافعوا عنها، ونتيجه لمحاباه الجو الاجتماعي اللي هم كانوا بيتحركوا فيه في حرب اهليه. ها القرى والعمال والحتت اللي بيدافعوا عنها، بتلاقي انه الوسط الاجتماعي نفسه بيحابي الجيش الاحمر عن الجيش الابيض اللي كان بياخذوا القريه بيعمل مذابح على طول، لانه اللي داخل القريه دي انتوا عملتوا ايه؟ احنا كنا خدنا الاراضي من الملاك، طيب بنذبحها، انا مش هنعاتبكم بس مش عقاب في ده. استطاعوا في الاخر الجيش الاحمر انه ينتصر على 14 دوله امبرياليه وجيش ابيض مدعوم من الخارج، ولكن سخريه الاقدار بمعنى ما انه الطبقه الاساسيه في الحرب اللي داخله بتدافع عن رؤيتها للعالم وعن مصالحها وعن مصالح الشعب ككل وعن الاشتراكيه شبه فنت في الحرب دي. الطبقه العامله شبه اندبحت في الحرب، لان هم كانوا اكتر ناس بيضحوا بنفسهم وكانوا اكتر ناس اللي واخدين القياده، لان هم كانت الحرب دي بقياده الطبقه العامله للفلاحين. وكان في الوقت ده الفلاحين بياخدوا دور، بعضهم يعني بياخد دور طبعا عامله جديده ضعيفه لسه مش عارفين لا التصنيع ولا النقابات. فاهمين قصدي ايه؟ يعني حديثه بالمعنى ده، حديثه عهد يعني. والانتاج طبعا تهدم. وكان العمليه الموازيه ده انه ناس كثيره في الحزب نفسهم عشان يحافظوا على بقاء الدولة دي ويحافظوا حتى على الحرب الأهلية اللي شغالة ويحافظوا على إدارة الإنتاج بيتحولوا من عمال إلى بيروقراطيين. فجهاز الدولة نسبته للطبقة العاملة اتضربت في الضعف من أول الحرب الأهلية لآخرها. يعني 3 سنوات جهاز الدولة أو البيروقراطية كشريحة نسبتها للطبقة العاملة بقت الضعف، تضاعفت. بقت كبيرة جدا. لحد هنا مش مشكلة قوي. لحد هنا كان القادة البلاشفة والحزب الشيوعي شايفين انه في مشكلة وانه علينا حلها، بس انه الثورة ما ضاعتش. بس هم شايفين انه في مشكلة، يعني مهم قوي، اهم اعتقد السجلات اللي حصلت عن حالة روسيا والاتحاد السوفيتي في سنة 21 كان انه لينين نفسه كان بيتكلم فبيقول ان احنا لما نقول على نفسنا دولة عمالية ده تصنيف مجرد ابستراكت في المجرد ما يعنيش حاجة قوي. لازم نقول لو احنا هنبقى ملموسين، فكان ده سنه 1921 يعني نهايه الحرب الاهليه وده لينين، لازم نقول ان احنا دوله عماليه مشوهه بيروقراطيه. يعني بالفعل على سنه 21 كان لينين شاف انه الدوله دي العماليه اللي احنا لسه بيبنوها من خلال السوفيتات بقت مشوهه بيروقراطيه، وانه علينا ان احنا نحارب هذه التشوهات البيروقراطيه. تمام؟ المعول الاساسي في نجاح الثورة الروسية في اللحظة دي القادة كانوا شايفين زي نفس أفكارهم اللي كانوا بيرفعوها من خلال الثورة الروسية نفسها من أولها. إيه هي؟ إنه الثورة الروسية ممكن إنها تحقق دولة عمالية، تمام؟ وإن كانت مشوهة بيروقراطيا لسبب أو لآخر، ولكنها لن تستطيع تحقيق الاشتراكية على الإطلاق بأي شكل من الأشكال إلا إذا انتشرت الثورة إلى بلدان أوروبا. تمام؟ فاهمين النقطة دي؟ يعني هم كانوا بيقولوا إن إحنا ثورتنا في روسيا هي بداية الثورة الاشتراكية. لو وقفت عند روسيا ماتت. لو كملت
بمعنى بالاساس البلدان الاوروبيه اللي عندها وفره اقتصاديه وعندها طبقه عامله قويه واكثر ثقافه واكثر تنظيما وكذا، يبقى احنا مشينا في سكه الاشتراكيه. لو ما كملتش وقفت عندنا زي ما تقوم ثوره اشتراكيه في شغل. قدامها حلين. يا اما تقعد في شبرا وخلال اسبوعين تبقى او اسبوع او يوم حتى تبقى ماتت وخلصت، مش كده؟ يا اما تنتشر فيبقى في امل. النقطه دي كانت مرتبطه بثلاث تصورات هامه جدا للثوره قبل ما تيجي ثوره 1917. كانت ثلاث تصورات في اليسار اللي هو اللي كان بمعنى ما بيسموه الاشتراكيين الديمقراطيين اللي هم احنا دلوقتي نسميهم الماركسيين مثلا، اللي هو كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي اللي منه كان بلاشفه ومناشفه وكذا. كان في ثلاث تصورات للثوره. كان في تصور تروتسكي اللي هو اسمه الثوره الدائمه، بيقول انه بالظبط الكلام ده، انه الثوره العماليه هتقوم في البلدان مش الغنية المتقدمة، ولكن البلدان التي لم تنجز فيها مهام الثورة الزراعية ولسه فيها والبرجوازية فيها ضعيفة، ولكن بتوصف بحاجة اسمها النمو المركب ولا المتكافئ، بمعنى انه بيجمع حاجات من المجتمع القديم القطاعي مع اعلى مستوى من التكنولوجيا ومع طبقه عامله قويه جدا لانها تتحكم في جزء كبير من الانتاج. ممكن تقوم هنا لو كان في حزب ثوري. ده كلام كمان تروتسكي. ولكن لو وقفت في البلد الفقير اللي هي هتقوم فيه ده، اللي هو كان بيتكلم على روسيا بالذات يعني طبعا، لا يمكن البلد ده يقدر يتوجه نحو الاشتراكيه، لان الاشتراكيه بتفترض الوفره. ما تقدرش تقام في بلد فقير، انما ممكن تبدا الثوره في بلد فقير. شايفين الفرق؟ كان في تصور ثاني قبل ثوره 17 للثوره القادمه اللي هو التصور اللي اسمه المناشفه. حد يعرف المناشفه؟ يعني بالاساس هم الجناح اليميني اللي كان في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي. دول كانوا بيقولوا لا، دول كانوا اقرب الى الميكانيكيه. اللي هنرجع لها تاني لما نتكلم على ستالين، لانه رجعها تاني بمعنى ما. الميكانيكيه هنا قالوا ايه؟ قالوا لا، ده احنا في بلد متخلف زي روسيا، علينا الاول ان احنا نمر في فتره طويله من التطور الراسمالي. والتطور الراسمالي ده بمعنى ما حاجتين، هو نمو القوى الانتاج ازدهار الديمقراطيه وكذا. وان احنا فقط لا غير بعد فتره طويله نسبيا من استقرار الديمقراطيه والراسماليه اقتصاديا، ممكن نبتدي نتكلم على العداء لهذا النمط من انماط الانتاج. فيبقى احنا علينا نعمل ايه؟ بما ان احنا عايزين راسماليه في روسيا وعايزين ديمقراطيه في روسيا، علينا ان احنا خدوا بالكم من الحته دي، لان دي هتفكركم بحاجات كتيره حتى ممكن تكون شغاله دلوقتي. علينا ان احنا نعارض القيصر ونعارض الدكتاتوريه، بس ما نخوفش منا البرجوازيه الحاكمه، الطبقه الحاكمه، ما نخوفش منا الطبقات المتوسطه اللي عايزه ديمقراطيه بس مش عايزين حقوق العمال. يبقى احنا مش عايزين نزق قوي في حكايه حقوق العمال دي، وعايزين نتعاون بقدر الامكان مع البرجوازيه اذا كانوا هيقفوا معانا ضد قيصر وعايزين ديمقراطيه هم كمان. تمام؟ دول انتهى بيهم الحال بنفس النتيجه لافكارهم دي، انه لما جت ثوره 17 عملوا ايه؟ ايه اللي تتوقعوه؟ بالظبط، يعني خدوا موقف معادي من الثوره الاشتراكيه. ها؟ شوفوا، ودي خطوره الاصلاحيه لما بنتكلم عليها في علاقتها بالثوره، لما تيجي الثوره. ان هو لا، انتوا ازاي بتعلنوا ثوره اشتراكيه؟ ده احنا المفروض دلوقتي قدامنا فتره بقى من الراسماليه
وداخلها مطالب الديمقراطيه وسيبكم من حقوق العمال دلوقتي. تمام، في كان البلاشفه اللي هم الجناح اليساري في الحزب الروسي الاشتراك الديمقراطي، كان لينين عنده اللي هو قائدهم، كان لينين كان عنده تصور اكثر مرونه خلاه يغيره لما ابتدت ثوره 17 وحول لافكار الراسي. كان الـ 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 التصور ده بيقول ايه؟ بيقول لا يا مناشفة، مش ممكن نمشي ورا البرجوازيه، لان البرجوازيه مش عايزين ديمقراطيه، هم عايزين ديمقراطيه بالكلام بس، يوم ما هيبقى في ثوره بجد والعمال هيشاركوا فيها بجد هتلاقوا البرجوازيه مع الديكتاتوريه مش مع الديمقراطيه. فما فيش حد من مصلحته انه يعمل فعلا ديمقراطيه حتى غير العمال والفلاحين الطبقات المقهوره. فيبقى احنا علينا في الثوره الديمقراطيه دي انه نزق حتى اللي يحكم حتى في الثوره الديمقراطيه هو العمال والفلاحين، وبعد كده هنشوف، ومحددش وقت محدد، بل بالعكس طرح حاجه مرنه جدا، قال انه بعد وصول حكومه من هذا النوع في خضم الثوره الديمقراطيه بيبدا النضال من اجل الاشتراكيه. لما جت ثورة 17 البلاشة معظمهم في أول الثورة كانوا لسه عاملين يتكلموا على إيه؟ عايزين ديكتاتورية ديمقراطية للعمال والفلاحين. جه لينين من بره قال لهم أنتوا بتتكلموا على إيه؟ الثورة نفسها الديمقراطية دي طرحت من داخلها إمكانيات التطور الاشتراكي، علينا إن إحنا نمضي باتجاه الثورة الاشتراكية دلوقتي، وعلينا إن إحنا نرفع شعار كل السلطة السوفيتات العمال والجنود. تمام؟ يعني هنا وهنا قالوا البلاشفة القدام، قالوا انه ده لينين اصبح ايه؟ من اتباع تروتسكي، ها؟ قالوا كده، قالوا والله ده لينين فجأة اللي احنا كان بيقول الديكتاتورية الديمقراطية للعمال والفلاحين دلوقتي بقى بيتكلم على الثورة الدايمة اللي هي تحول الثورة الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية بسبب التقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للطبقة العاملة وراها الفلاحين، يبقى هنا الثورة الدايمة. تمام؟ جزء من ده انه زي ما قلنا انه هنبتديها هنا، بس لو ما انتشرتش في العالم وبالذات في اوروبا هتنتهي. اللي حصل انها ما انتشرتش في العالم ولا في اوروبا. اللي حصل انها على سنة 1923 الهبة الثورية، الحالة الثورية اللي في أوروبا انتهت. الحالة الثورية اللي في أوروبا دي ما كانتش حاجة صغيرة، ما كانتش تفصيلة ميكروسكوبية ممكن نتكلم عليها نقول الله طب مين كان شايفها ومين ما كانش شايفها. العكس، ده كلامهم بتاع إن الثورة الروسية هتبدأ ثورة في أوروبا تحقق بنسبة 100%. كان في ثورات اشتراكية وشيوعية في المجر، في إيطاليا، في المانيا، في فنلندا، في اوكي ولكن الثورات دي لانه ما كانش فيها، وده الدرس الثاني، ما كانش فيها احزاب ثوريه قويه وذات تجربه وخبره، انهزمت. لما انهزمت بمعنى ما احنا قلنا الكلام ده هو، وانه لينين كان طول عمره ضد الفكره دي، وانه في الواقع الثوره الروسيه ما حصلتش كده، وانه لا، خدوا بالكم بقى الحته المهمه اللي جايه دي، هنا بقى بدايه الاستالينيه كاستالينيه صفر، انه افكار تروتسكي دي افكار انهزاميه. شايفين ممكن تيجي ازاي؟ حتى في خضم ثوره منهكه وطبعا عامله بتتهزم ودخلت حرب اهليه ضحت بنفسها فيها، انت انهزامي، اتباع تروتسكي دول انهزاميين اللي بيتكلموا على ضروره الثوره العالميه. احنا مش جدعان ولا ايه؟ المنطق كان كده بالفجاجه دي. انتوا بتشتموا الشعب الروسي ولا ايه؟ تشتموا الطبقه العامله الروسيه ولا ايه؟ بقى احنا ما نعرفش نعمل الاشتراكيه في روسيا؟ نعرف وابوها. وابتدوا من سنه 24 25 لطاف قوي يعملوا ايه؟ يجيبوا خلاص بقى ستالين بقى الزعيم وتخلص، بدا يتخلص من اللي حواليه. ابتدوا يجيبوا الاعمال الكامله بتاعت لينين وبتاعت مثلا ستالين نفسه، ها؟ ويشيلوا منها الفقرات اللي كان بيتكلم فيها على الثوره الدايمه، يا اما على ضروره الثوره الاوروبيه، يا اما على انه مثلا كان في حته في الاعمال الكامله لستالين بيقول فيها فقره من الفقرات
انه ساذج واحمق من يعتقد بامكانيه قيام وبناء الاشتراكيه في بلد واحد، فان الراسماليه نظام عالمي فيجب ان تكون الاشتراكيه نظام عالمي. ده لما جم يعملوا الطبعه بتاعت سنه 25 هم شايلين الفقره دي وحاطين فقره ثانيه بتقول انه واجب على الاشتراكيين بناء الاشتراكيه في بلد واحد، وان من يقول ان يجب علينا الانتظار حتى تنتصر الثورات الاشتراكيه في بلدان اخرى، هذا هو الانهزام. انتوا متخيلين يعني موجوده لسه في المكتبات الكبرى يعني العالميه، هتلاقي نسخه 25 حاجه ونسخه سنه 26 حاجه من اعمال ستالين. المهم، فكانت هنا الاشتراكيه في بلد واحد هي الفكره اللي نابعه من مصالح البيروقراطيه الجديده دي، اللي اصبحت ايه؟ اصبحت طبقه لوحدها مستقله عن العمال. وكانت فكره الاشتراكيه في بلد واحد كاعلانها كده اهو كمبدا للاتحاد السوفيتي، هو اعلان، خدوا بالكم دي، اعلان الحكم الطبقي الجديد لتلك الطبقه. يعني ايه؟ تعالوا نشوف يعني ايه اشتراكيه في بلد واحد. اشتراكيه في بلد واحد يعني انه احنا، وهنا قال في واحده من الخطب الشهيره اعتقد سنه 30، انه احنا علينا اللحاق بالغرب. فاهمين النقله النظريه السياسيه التاريخيه في جمله زي دي ايه؟ قبل تسيد البيروقراطيه كان الشعار بتاع الماركسيين هو ان احنا عايزين ننشر الاشتراكيه في الغرب. احنا بنعمل من اجل دعم الثورات العماليه في العالم في الغرب، مش كده؟ ابتداء من سنه 30 يا اخر 30 يا اول 31 الشعار اتغير في ظل ستالين، ظل الطبقه الجديده دي اللي فصلت نفسها عن الشعب. اصبح هدف الدوله هو اللحاق بالغرب. يعني ايه اللحاق بالغرب؟ يعني تحولت الماركسيه اللي هو يعني مش ماركسيه خالص، بس تحولت الافكار السائده في روسيا من الثوره الى طريق اللي بيسموه ايه، احنا بنسميه دلوقتي الان جي اوز والتنميه، مش كده؟ تحولت الى طريق للتنميه، واصبح مره ثانيه ايه هو هدف التنميه دي؟ الغرب. زي ما برضه دلوقتي افكار التنميه بتقوم على ان احنا عايزين نبقى زي امريكا، وعايزين نبقى زي انجلترا، وعايزين نبقى زي السويد، اي حاجه. فهو النقله دي بدايه الاستالينيه الحقيقيه واعلان حكمها هو ان احنا مش عايزين لا ثوره ولا عايزين اشتراكيه، احنا عايزين نلحق بالغرب، عايزين نعمل ننمي هذا المجتمع الفقير انه يصبح زي كان اياميها المانيا، هي مضرب المثل بالمناسبه. تمام؟ وكمل في المؤتمر الشهير ده قال انه علينا ان نلحق بالغرب في خلال 50 عاما والا قضي علينا. تمام؟ يعني ايه بقى نلحق بالغرب؟ يعني نعمل مصانع، نعمل تراكم، نعمل اسلحه. الكلام ده كله يعني التراكم الراسمالي ده هو اتعمل في الغرب في خلال 200 سنه. مش كده؟ هو كان عايز يعمله في 2030. معناها ايه؟ معناها ان استغلال العمال والفقراء والفلاحين اللي حصل في الغرب على مدى 200 300 سنه لازم يتكثف ويتعمل في العمال والفلاحين الروس في خلال 20 30 سنه، يعني حوالي 10 اضعاف الاستغلال. وما كدبش خبر، والطبقه الحاكمه الجديده ما كدبتش خبر، وعملت في الفلاحين يعني فعلا اللي عملته اوروبا في الفلاحين، بس كثفت الاستغلال. وطبعا عمل تجارب ديكتاتوريه في منتهى القمع والبطش الديكتاتوري على العمال والفلاحين عشان يستخرج فائض قيمه اكبر كم ممكن من جهد العمال والفلاحين، ويعمل بيه مصانع، يعمل بيهم عمال تاني يستغلهم اكتر، وهكذا حتى تصبح دوله قويه. وبعد كده هنشوف انه حتى تصبح دوله قويه حتى يغزو نصف اوروبا ويحتلها. يعني نفس بالظبط الاليات بتاعه الدول الراسماليه لما في اوروبا مثلا، لما تعمل تراكم قوي جدا وسريع جدا في الثروه، بتيجي عند لحظه تتشبع بالثروه وتبقى عايزه محتاجه اقتصاديا انها تغزو البلدان اللي جنبيها. ده نفس اللي حصل، ومش صدفه انه في نهايه الحرب العالميه الثانيه كانت اوروبا مشقوقه نصين، نص البلدان الغربيه وكانت امريكا بتهيمن عليه سياسيا، والنص الثاني محتل من جانب الاتحاد السوفيتي. فعمل تجميع الفلاحين رغما عن ارادتهم تماما. كان لسه بعض الماركسيين بيتكلموا بيقولوا انه طيب ده ماركس وانجلز في اعمالهم
شددوا على انه الفلاحين بيتم اقناعهم من جانب الاشتراكيين ومن جانب الطبقه العامله المنتصره بان هم يلموا ويجمعوا حيازاتهم على بعض بحيث انه ينتجوا بشكل افضل وياكلوا بشكل احسن. وانه ده مبدا من مبادئ الماركسيه، احنا الطبقه العامله ما بتقمعش. فهو ستالين كان بيرد بمنتهى اللطف يقول لهم لا الكلام ده ما لا يمكن تطبيقه في روسيا، احنا ما عندناش غير القمع. فوجي على طبقه كامله اسمها الكولا قال دول اعدائنا دول هنشيلهم، وابتدى يسجن عشرات الالاف. ورجع تاني الافكار بتاعه انه اللي في مدينته يحصل جريمه فممكن بياخد شباب المدينه كلها يوديهم السجن في جريمه شهيره كده اتقتل فيها محافظ دانينجراد فسجن فيها حوالي 20,000 واحد ما طلعوش يعني بس المهم. وطبعا هنا هو المنطق بيقول انه مش ممكن الطبقه العامله هي اللي تقعد تستغل نفسها، بمعنى انه مش ممكن حتى شريحه منها تقعد تستغلها. ولذلك كان من المنطقي جدا والطبيعي انه اللي بيعمل ده طبقه منفصله، فبدات تنفصل في طريقه عيشهم طبعا. بقوا عيله القوم بقى بجد فعلا. طريقه تفكيرهم، ملبسهم، علاقاتهم وهلم جرى. ستالين جه على الكوادر القديمه اللي كانوا مشاركين في الثوره البولشفيه، ما انتوا لازم تقولوا الله طب والناس دي فين؟ على اواخر الثلاثينات يذكر انه ما كانش في حد من اللجنه المركزيه القديمه لسه عايش غير ستالين. اخرهم اللي كانوا لسه يعني على قيد الحياه في 38 عمل محاكمه شهيره، ما اعرفش اسمها عن كلمه محاكمات موسكو ولا لا، بس المهم دخلت التاريخ محاكمات موسكو دي على انها مضرب الامثال في التاريخ في التزييف. فكان جاب اخر قائدين فيهم اللي هم كامينيت وزينوفييف واتهمهم بان هم جواسيس لهتلر وان هم من سنه 1917 وقبلها بيتامروا مع الاعداء لافشال النظام الاشتراكي وان هم في سنه 31 دي لما حصلت مجاعه طبعا لسياساته الخاطئه الرهيبه اللي كنت بحكي لكم عليها في مساله الزراعه هم كامينيف وزينبييف هم اللي راحوا سمموا المواشي في روسيا عشان يضربوا الاشتراكيه وهم بالمناسبه اللي قتلوا محافظ لينينجراد وطبعا اللي ضحك ان هم طول الفتره دي كانوا في السجن. المهم حكم عليهم بالاعدام مع من حكم عليهم وخلص الجيل ده بتاع البلاشفه اصلا في سنه 38 ما فضلش منه غير ستالين، بمعنى انه الثوره المضاده تخلصت تماما من الجيل اللي كان عنده اي افكار تانية. طبعا الوضع ده لخبط ناس كتير ولا زال غالبا بيلخبط ناس كتير لانه الناس كانت متوقعه الثوره المضاده في روسيا هتيجي اما من خلال استعمار خارجي اوروبا بقى الراسماليه تخش وتقول لهم لا رجعوا للراسماليه يا اما طبقه المزارعين الكبار مع طبقه النبلاء القديمه وكذا وطبقه سموها اللي هم النب اللي هم رجال الاعمال الجدد اللي اشتغلوا شويه في ظل الدوله العماليه دي هيتحالفوا مع بعض ويعملوا ثوره مضاده مش كده؟ ما حدش كان متخيل ان الثوره المضاده ممكن يتم قيادتها من خلال شرائح وفئات من الحزب الشيوعي اللي قاد الثوره دي نفسها. وانه الله طب ما الثوره المضاده لازم يبقى فيها دم. فنكتشف ان هي حصلت بس بشكل غريب جدا، هي فيها دم فعلا من كل البلاشفه اللي كانوا بيقودوا الثوره دي اتعدموا وماتوا بس على ايد واحد منهم. انه الطبقه العامله ذبحت في الحرب الاهليه اللي اسمهم انتصروا فيها. انه بقى في شريحه جديده هي اللي بتقوم باستغلال العمال والفلاحين. العمال مثلا العامل اللي ده في ظل المفروض انه دي الدوله الاشتراكيه يعني اللي كان في مصنع بيشكي انه عيانه عايز يروح لو قيل عنه انه بيتمارض كانت عقوبته بتبقى 3 سنين سجن. فلا ده نوع استغلال ده مستوى من الاستغلال حتى مش عادي يعني الاستغلال في اوروبا في الوقت ده كان ارحم بكتير يعني فعلا كان بيكثفه الاستغلال بالمستوى ده. الستالينيه هنا ده مولدها زي ما شفنا.
مولدها الفكري بقى، يعني ده مولدها بمعنى السياسي والتاريخي. مولدها الفكري جابت افكارها منين؟ جابت افكارها ويا لعجب العجاب من المناشفة. رجعت تاني اصبحت مصالح البرجوازيه الجديده دي، البيروقراطيه البرجوازيه اللي هم اصبحت تاني تشوف العالم من ناحيه من عينين المناشفه. ازاي؟ ان اولا احنا مش عايزين ثورات، تمام؟ اتنين احنا لازم في بلدان العالم الثالث اللي هي كانت منه بس دلوقتي بقوا بيطبقوها على البلدان الثانيه يزقوا باتجاه ايه؟ الاشتراكيه؟ باتجاه الرأسماليه والديمقراطيه وترعرع وازدهار القوى الانتاج، مش كده؟ طيب البلدان دي محتله ومستعمره، بلدان العالم الثالث في الفتره دي محتله ومستعمره، يبقى ايه الصيغه اللي الاشتراكيين والشيوعيين لازم يدفعوا باتجاهها ساعتها؟ التحرر الوطني. التحرر الوطني، التحرر الوطني الديمقراطي كمان، مش كده؟ طيب التحرر الوطني الديمقراطي ده اهو، فافتكروا بقى صيغه المناشفه عن قيصر. كانوا بيقولوا ايه المناشفه عن قيصر؟ اللي هم خدوا بالكم اللي هم عادوا الثوره الاشتراكيه، تمام؟ كانوا بيقولوا عشان نشيل قيصر لازم العمال احنا نجيبهم كده و نربطهم مع البرجوازيه، لانه حتى البرجوازيه من مصلحتها انه الحكم الديكتاتوري ده ينخلع. ولازم علينا عشان نعمل التحالف ده هو، لازم علينا نعمل ايه مع العمال يا جماعه؟ خدوا بالكم دي نقطه غايه في الخطوره. لو انا كمجموعه يساريه شايف انه اهم حاجه دلوقتي انه يتعمل تحالف ما بين الطبقه العامله والطبقه البرجوازيه، لازم اقنع وزق وادفع الطبقه العامله في اي سجن. عدو الخارجي. عدو الخارجي اللي هو ساعتها مثلا الاستعمار، تمام؟ وده كان بيتقال في مصر وده كان بيتقال في كل حته. بس ايه ناحيه البرجوازيه؟ حلفائنا، صح؟ طب بما ان حلفائنا يبقى لازم في الصراع معاهم اقتصاديا على مستوى الاضرابات والاعتصامات والمطالب اني اعمل ايه؟ احجمها ولا افتحها على الاخر؟ احجمها، مش كده؟ لازم يبقى دور المناشفه التاريخي انه يحجم دور الطبقه العامله لانه عايز يعمل تحالف مع الطبقه البرجوازيه. الثوره الوطنيه الديمقراطيه جت بالفكره دي واتولدت بالاساس واتطبقت، احنا بنتكلم على برضه بدايات الستالينيه، هقول لكم من سنه 25 27 تحت روسيا على طول. كانت الصين مستعمره وبدات فيها ثوره وطنيه، وكانت الثوره الوطنيه دي بقياده سون ياتسن وتشينغ كاي شيك، انتوا عارفين الاسماء دي. وكان في حزب شيوعي صغير جدا، بس حزب شيوعي عمال صغير. من الاول الماركسيين زي تروتسكي اللي كانوا بيقودوا المعارضه ساعتها، المعارضه الماركسيه لستالين في روسيا، كانوا بيتكلموا على اهميه استقلال دور الطبقه العامله في الثورات الوطنيه، ولذلك استقلال دور الحزب الشيوعي الصيني في الثوره الصينيه، تمام؟ البيروقراطيه بقى وبيروقراطيه الحزب الشيوعي وبيروقراطيه الدوله كانت بتطرح ايه؟ على الحزب الشيوعي العمالي الصغير ده انه يدخل جوه الجبهه الوطنيه دي كان اسمها الكومنتان، ويحط نفسه تحت إمرة البرجوازية الوطنية، وإنه ما يخرجش عنهم وإنه ما يعملش أي حاجة بما فيها الدعوة للثورة أو دعوة لإضرابات مفتوحة تهدد ذلك التحالف. يعني إنه تحط مصالح برجوازيتك الوطنية فوق مصالح الطبقة العاملة على الأقل، ده كلام يعني، على الأقل في فترة التحرر الوطني أو فترة الثورة البرجوازية الوطنية الديمقراطية. اللي حصل وباختصار عشان ما نخشش دلوقتي على الثورة الصينية، إنه حصلت ثورة فعلا عمالية في جزئين هامين من الصين. واللي حصل إنه تشينغ كاي شيك اللي هو كان حليف روسيا
واللي كانت اسلحته كلها من روسيا واللي كان تدريبه العسكري كلها من روسيا الستالينيه، ذبح العمال وذبح في كانتون لوحدها 70,000 عامل لان هم جربوا يتكلموا على الاشتراكيه. وانتهت الثوره الصينيه وانتهت اي افكار لتعميق الثوره الوطنيه الديمقراطيه باتجاه ثوره اشتراكيه، بحيث انه الثوره تكون على الاعداء الاستعماريين وعلى حلفائهم من الداخل. مرتبطه بدي تاني وفيما له علاقه مره تانيه بالفكره المنشفيه، هي انه طيب بلدان العالم الثالث اللي بقى مش فيها الاستعمار بشكل مباشر، مش هنتكلم على الثوره الوطنيه الديمقراطيه، هنتكلم على برضه بنفس المنطق فتره وطنيه ديمقراطيه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى في البلدان اللي مش مستعمره زي مصر مثلا دلوقتي انا نطيت نطه واسعه قوي، تلاقي الستالينيين بيقول لك انه المهام المطروحه، المهام الثوريه المطروحه على مصر هي ان احنا نحقق ثوره وطنيه ديمقراطيه. مين الحلف اللي بيقود الطريق باتجاه هذه تلك الثوره الوطنيه الديمقراطيه المزعومه؟ يعني هي بتنتهي في الاخر الجيش، وما بيقولهاش كده في هم بيقولوا البرجوازيه الوطنيه والطبقه العامه بالاساس، دول الحليفين الكبار. تاني رجعنا البرجوازيه الوطنيه والطبقه العامله، طب مين البرجوازيه الوطنيه؟ بالظبط البرجوازيه الوطنيه هو يقعد يقول لك انه احنا مش عايزين البرجوازيه الطفيليه، احنا عايزين البرجوازيه الوطنيه الصناعيه اللي هي بتنمي تعمل راسماليه الوطنيه، يعني هي دي اللي تاخد حقها في البلد. يا خبر اسود، احنا عايزين حقها اكتر ما كده واخدها في البلد؟ انا مش فاهم، لو هتاخد اكتر من كده في البلد هتاخد ايه؟ يعني واخده ميتها وهواها وناسها وعمالها رجعنا تاني لافكار المناشفه فيما قبل ثوره 1917، بس لما تحطها في سنه 2013 الهزل بيبقى اعلى بكتير، الكاريكاتير بيبقى اعلى بكتير. يعني لو كانوا المناشفه غلطانين في سنه 1905 في الواقع لحد 1917 وبعديها سابوا الاشتراكيه خالص، اللي بيقول نفس الكلام ده هو بناء على كتيب لستالين، وستالين كاتبه بناء على كلام المناشفه اللي هما الاثنين يعني سلسلين مضادين للثوره اللي بيقولوا الكلام ده، دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني احنا نرفع ضد حسني مبارك وضد العسكر وضد الاسلاميين وضد كذا ان احنا عايزين ثوره وطنيه ديمقراطيه ويقودها البرجوازيه والطبقه العامله؟ فين البرجوازيه اللي بتحالف معاها دي؟ ساويرس واحمد عز ومش هما دول؟ هي دي دول البرجوازيه اللي عندنا. والبرجوازيه اللي عندنا من يوم ما اتولدت، وهي برجوازيه كده في بلدان العالم بالمناسبه، هي مش في صف الديمقراطيه، هي في صف الدوله اللي بتحمي مصالحها، والدوله اللي بتحمي مصالحها بالذات في البلدان الفقيره ما عندهاش قوي اسلحه تحمي بيها مصلحتها غير القمع المباشر. فعلاقه الراسماليه الصناعيه والراسماليه بوجه عام بالديكتاتورية علاقة مباشرة وعضوية ومشاهدة شفناها في كل أنحاء العالم وبالذات في العالم التاني، مش كده؟ يبقى إذا في البلدان دي كما كان هو الحال في روسيا، نرجع لهم بقى للبلد اللي طلعت منه الاستالينية، ما هي البلد اللي طلعت منها اللينينية والماركسية الثورية والتروتسكية، وهي البلد اللي طلع منها الاستالينية. كما كان الحال، علشان تثور ضد الديكتاتورية لازم تثور ضد الطبقة الحاكمة اللي هي البرجوازية، مش ان يثور لصالح البرجوازية، انه الطبقة العاملة حليفها هو الفقراء، حليفها هم العمال العاطلين، وحليفها هم العمال باليومية، يعني الطبقة العاملة بالمعنى الكبير، حليفها هو الفلاحين، بس مش حليفها ابدا هو البرجوازية من اصحاب المصانع، بالعكس هم دول العدو الاساسي وهم دول اصحاب الدولة. أفكار الستالينية اللي هي المنشفية اللي بتتكلم على الثورة على مراحل لم تؤدي في التاريخ
الا الى فشل وراء فشل. في المثال هنا في الامثله دي بندي زي ما انت قلت يا علي الحزب الشيعي المصري طبعا، بس مش بس كده، معظم اليسار المصري مشوه ستاليني. يعني مش غريب مثلا انه نفس اليسار ده هو كان شايف بنفس الافكار بتاعت انه الرأسمالية الوطنيه دي كويسه ودي اللي عايزينها تحكم، بس يمكن عايزين نخلصها من معرفش خلصوا من ايه. المهم فكره عباسيه زياده عن اللزوم، عايزين نعمل ديمقراطيه في ظل الرأسمالية الوطنيه. مش صدفه ان الناس دول يجي ويبص ويقول لك ده في خطر مثلا اسمه الاسلاميين، ده خطر من البرجوازيه الطفيليه والاعمال التجاريه الراسماليه التجاريه على الدوله المدنيه الراسماليه الوطنيه. مش شايفين انه الاثنين اعداء، فيبتدوا يتحالفوا مع مبارك علشان ضرب الاسلاميين. ليه؟ لان هو مش شايف انه الطبقه البرجوازيه ككل عدو، لا هو شايف فعلا انه احنا لازلنا في فترة يعني كل ما نحلم به، كل يعني اقصى حاجة نقدر نستطيع ان احنا بيها هو ان يبقى عندنا بلد ديمقراطي. بس البلد الديمقراطي ده في ظل الرأسمالية وفي ظل الوطنية الرأسمالية الوطنية وفي ظل حكم اصحاب المصانع الكبار. يبقى طيب كل اللي اقدر استطيعه دلوقتي اني اقدر اشاور على اجزاء من التشوهات اللي في تلك الصورة. وطبعا احنا بنقول ان ده مش بس ما بيجيش قدام، ده بيرجع لورا، لانك بتلاقي نفسك في تحالف يا اما مباشر يا اما ضمني مع ركائز الدوله الحقيقيه بقى. في امثله تانية مثلا من الامثله الخطيره في الموضوع ده امثله اليسار الفلسطيني. انت عندك اهو زي ما كنا بنتكلم على الصين وازاي الثوره الصينيه نتيجه لعدم استقلال التمثيل السياسي للطبقه العامله انتهت واتبعت الطبقه العامله فيه. اليسار الفلسطيني زي الجبهات الشعبيه والديمقراطيه وما الى ذلك للاسف الاسيف متبني في برامجه بشكل علني ومفتوح الافكار الستالينيه عن الثوره الوطنيه الديمقراطيه. فكره المراحل دي وفكره انه البرجوازيه مع الطبقه العامله مع الفقراء مع كذا. وفي برنامج الاجابه الشعبيه بيتكلموا على انه اهم حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي ما قبل التحرر الوطني هو التحام كافه طبقات الشعب. ده رقم واحد. والشكل التنظيمي اللي بياخده ده هو ايه؟ منظمه التحرير الفلسطينيه. اليسار الفلسطيني الشيوعي طول عمره داخل منظمه التحرير الفلسطينيه وما خرجش منها ولا عمره خرج منها. حماس مثلا قالت انا ماليش دعوه بده، يعني حماس هي اللي خدت استقلال قرار بالنسبه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، ولكن الباقيين الجبهات مثلا في منظمه التحرير الفلسطينيه اللي هم عارفين البرجوازيه اللي بتاخدها وبتاخد وبتعمل مثلا ما يسمونه استسلام. مش كده؟ هم سموا معاهده اوسلو مش سلام، ده استسلام. تمام صح. طيب وانت دورك فين؟ لا ما انا ما اقدرش اعمل حاجه قوي ضد ده لان احنا عايزين ما نشقش منظمه التحرير الفلسطينيه، لان منظمه التحرير الفلسطينيه دي هي التجسد والتجسيد السياسي التنظيمي لوحده الشعب الفلسطيني. في حين انه لو نفس اليسار ده كان بره المنظمه دي على سبيل المثال كان هيقدر يبقى مستقل في قراراته، هيقدر يبقى مستقل في انه بيحرض ضد الاستسلام اللي هو بيتكلم عليه، كان هيبقى مستقل في انه يقدر يتوجه للطبقه العامله والفقراء في غزه وفي غيرها بالتحريض ضد السلطه اللي ماسكه هنا او هنا. فاهمين قصدي؟ انما هم قاطعين نفسهم عن النضال الاقتصادي للشعب. هم حاطين نفسهم في سكه النضال المسلح وفقط، وهو ما لا يكفي من وجهه نظرنا لتحرير فلسطين، مش هيقدر يحل حرر فلسطين. يعني احنا تفسيرنا للقضيه الفلسطينيه انه الشعب الفلسطيني مش هيقدر يحرر نفسه بنفسه وفقط لا غير، لازم في خضم ثوره عماليه اشتراكيه في المنطقه ككل. ما عندوش هو القوه دي. ولكن برضه تاثرا بالافكار الستالينيه
برضو فكروا في انه لا احنا يسار فلسطيني فقط لا غير، مش حتى مش هنتعامل مع اليسار الاخر ومش هنتوجه للجماهير الاخرى. ما ننساش بقى طبعا اذا هنتكلم هنا على القضيه الفلسطينيه والستالينيه انه الاحزاب الشيوعيه العربيه كلها اعترفت باسرائيل فور انشائها بامر من الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ستالين يعني في ظل قياده ستالين وافق على تقسيم فلسطين وانشاء دوله يهوديه استيطانيه استعماريه بعد 10 دقائق من صدور قرار الامم المتحده. يعني غير طبعا دوره في 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 انشائها، وبرده كان شايف برده محللينها بالمنطق الستاليني انه تخيلوا مستوى فكره المراحل دي، انه اليهود المستوطنين في فلسطين دول اكثر تقدميه من العرب اللي ساكنين في فلسطين. العرب اللي ساكنين في فلسطين لازالوا بيعانوا من الاقطاع، اما اليهود فهم سيطر عليهم الافكار البرجوازيه الراسماليه، ولذلك الاستيطان اليهودي في فلسطين هو تقدم الى الامام في مراحل التاريخ. تتخيلوا تخيلوا الكلام ده اتقال واتكتب. ها؟ لا انه ده اكثر تقدما. هي طبعا هم كانوا بيتحالفوا معاهم عشان يبقى لهم موطئ قدم في المنطقه، وامريكا اتحالفت معاهم وانجلترا هي اللي عملت الموضوع، بس انا قصدي انه ده تحليله بيستخدموا برضه نفس الافكار اللي هي فكره الثوره على مراحل. فاهمين قصدي؟ دي بقى اسمها الثوره على مراحل. الاول المرحله الوطنيه الديمقراطيه، بعديها يبقى مرحله اشتراكيه اللي هي الافكار المنشفيه اللي ثوره اكتوبر الاشتراكيه قامت ضدها وطبعا اثبتت فشلها تماما. جزء من الافكار الستالينيه اللي هي دلوقتي سايده مثلا في العالم وهي سايده من عشرات السنوات، هي تهميش دور الطبقه العامه في الثوره تماما. ما تنسوش ان الافكار دي جايه من دوله هي بتضطهد الطبقه العامه. بالنسبه للماركسيين الثوره الاشتراكيه بقياده الطبقه العامله هي ضروره في ذاتها لتحول الطبقه العامله من طبقه مضطهده ومستغله ومذرره ومفتته ومحبطه الى طبقه تقدر تحكم، الى طبقه تقدر تقود للطبقات الاخرى، الى طبقه بنقول انه ثورتها دي بتفتح الباب لتحرر المضطهدين في جميع انحاء العالم. التاريخ ده تخيلوا دور الطبقه العامله بالنسبه للماركسيين. بالنسبه للستالينيين قدموا افكار استبداليه عن الطبقه العامله. يعني ايه استبداليه؟ يعني انه جزء من افكار البيروقراطيه اللي هي ظهرت بدل الطبقه العامله دي من اولها خالص قبل حتى ما تتحول لطبقه مختلفه ابتدت تقول احنا العمال. ابتدوا يحطوا نفسهم مكان العمال. ابتدوا يقولوا لا مش مهم الطبقه العامله دلوقتي عندنا في روسيا، الكلام ده حتى من سنه 23 في روسيا عايزين ايه؟ احنا عارفين ان هم عايزين اجور اكتر، بس مش مهم رايهم دلوقتي لان احنا اللي عارفين مصالحهم اكتر. اتحولت دي من احنا اللي عارفين مصالحهم اكتر لاحنا في الواقع عمال. احنا مصالح العمال. اوكي؟ والاحزاب الشيوعيه في اي حته في الدنيا هي دي، هم دول العمال وهم دول طليعه الطبقه العامه وهم دول اللي لو خدوا الحكم بانقلاب بقى بمؤامره بتحالف يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى العمال خدت السلطه. مش مهم بقى خالص العمليه الثوريه دي، مش مهم بقى تحول الطبقه العامله من طبقه مقهوره الى طبقه حاكمه، مش مهم وجود الطبقه العامله اصلا بقى خالص. اوكي؟ فتحولت افكار الماركسيه باعتبارها نظريه التحرر الذاتي للطبقه العامله الى حاجه ناقدها. هي اصبحت من وجهه نظرهم هي نظريه اللي بتقوم على انه الاحزاب الشيوعيه او مجموعه من الشيوعيين او العساكر الشيوعيين او الضباط الشيوعيين اللي هم بيدينوا بالولاء للدوله الاشتراكيه الام
للحب. ف او بالغزو الخارجي بالمناسبه. يعني مثلا لم يعتعل يعني تعال نشوف يعني مثلا بقى في انقلاب عملوا مجموعه من الضباط الشيوعيين في افغانستان فيبقى افغانستان دوله شيوعيه وتروح روسيا تقوم غازيه وتقول اه ما هم اصدقائنا النظام الشيوعي. لما يبقى في بلد فيها مثلا قايمه على بيقود فيها الحزب الشيوعي مثلا الفلاحين في حرب ضد مثلا مستعمر خارجي او ضد قوه داخليه ويوصل الحزب الشيوعي هنا للسلطه اه تبقى دي هم بيسموها دوله اشتراكيه. طب دوله اشتراكيه ازاي وفين الثوره الاشتراكيه وفين دور الطبقه العامله؟ اذا كان لا فيها طبقه عامله ولا شفنا طبقه عامله ده كفاح مسلح عظيم نحترمه كل حاجه بس كفاح مسلح يقوم على فدائيين بمعنى ما يعني غالبا كده عناصر من الطبقات المتوسطه اللي هي المثاليين اللي بيشيلوا السلاح وينزلوا عند الفلاحين وبينضم لهم الفلاحين في بعض الاحيان بشكل واسع في بعض الاحيان بشكل اقل يعني مثلا نقدر نقارن ما بين التجربه الكوبيه والتجربه الصينيه ولكن ما فيش طبعا عامله خالص. طب فين الماركسيه هنا؟ فيطلع كلام انه لا مش مهم المهم الحزب الشيوعي يصل السلطه لو وصل بعمال يبقى اهلا وسهلا وصل بفلاحين اهلانين وسهلانين وصل بدبابات ده يا سلام يعني مش هنقول لا في السكه. فهنا طبعا يعني ده ملوش اي علاقه لا بالماركسيه ولا بفكره التحرر الذاتي ده ليه علاقه بوصول عناصر من الطبقات المتوسطه الى الحكم تحمل برنامجا اقتصاديا وسياسيا محددا بيسموه الشيوعيه احنا بنسميه الستالينيه. جزء ضخم من ازمه الستالينيه وخروج افكار منها وعنها كان مثلا انه في نهايه الحرب العالميه الثانيه روسيا دخلت بالدبابات الكتله الشرقيه تمام ما كانتش الكتله الشرقيه هي يعني دخلت شرق اوروبا هي بتحررها بتحارب المانيا وخلصت الحرب وهي واخده نص المانيا فاكرين نص برلين وامريكا واخده النص الغربي وقعدت هناك وفي خلال سنه سنتين البلدان دي بقت بلدان اشتراكيه. البلدان دي بقت بلدان اشتراكيه. طبعا بانه روسيا في ظل الاحتلال حطت الناس اللي هي عايزه تحطها زي ما اي احتلال بيحط فيها حتى بلغ من وقاحه احتلالهم للبلدان دي في ظل الاشتراكيه ان هم كانوا متغاظين جدا من المانيا فما فرقوش بين المانيا نصها اليمين ولا نصها الشمال فككوا المصانع اللي في المانيا اللي بقت اسمها المانيا الشرقيه وخدوها ودوها روسيا. يعني الاحتلال اللي هو بالشكل ده يعني خدوا المصانع ودوها هناك فقضوا على الطبقه العامله الالمانيه اللي دول الناس اللي رايحين يحرروا الطبقه العامله يعني. المهم بقى في ازمه هنا. هم قالوا دي دول اشتراكيه خلاص بقت اشتراكيه مش مهم بقى الناس وصلوا للحكم ازاي. صح؟ بنفس المنطق. هي طبعا احنا عارفين وعرفنا ده بعد سقوطها بالذات يعني العالم كله عرف ان دي دول مستعمره كانت وما صدقت ان الاتحاد السوفيتي ضعف شويه فطلبت بالاستقلال فاكرين؟ ثورات اوروبا الشرقيه مفيش اشهر من كده. بس جم الموضوع ده طرح ازمه عميقه جدا عند الناس اللي كانوا بيقولوا ايه؟ اللي هم التروتسكيين اللي احنا بنسميهم دلوقتي التروتسكيين الارثوذكس يعني التروتسكيين التقليديين السلفيين التروتسكيين السلفيين اوكي ان هم كانوا بيقولوا ايه على روسيا وفقا لتروتسكي قبل ما يموت. تروتسكي فضل لحد ما يموت لحد ما مات بيقول ان دي دوله عماليه منحطه دوله عماليه فسدت وانحطت يعني تمام. ووصل انه يقول كمان في اخر حياته انه لا دي محتاجه ودي طبعا عبقريه تروتسكي وثوريته فعلا انه لا يمكن اصلاحها من الداخل. تخيلوا روسيا في الثلاثينات كان بيقول لا يمكن اصلاحها لازم يقوم فيها ثوره عمليه عشان تبقى اشتراكيه او للدقه بقى عشان تسير باتجاه الاشتراكيه. ها؟ لان هو فاكرين فكره انه مفيش حاجه اسمها اشتراكيه بلد واحد. فطبعا لا عجب انه اما عيد حد قتله بقى يعني كده انت بتنادي بالثوره في البلد اللي انا بقول عليها البلد الاشتراكيه الام.
طيب فهو قال انها دوله عماليه محطه محتاجه ثوره عماليه من الداخل، بس هنسميها ثوره سياسيه مش اجتماعيه، لان الثوره دي هتغير بس شكل الدوله، انها مش هتغير طبق الحكم. ودي كان خطا تروتسكي، لانه كانت البيروقراطيه دي تحولت الى طبق حكم بالفعل. تمام يا جماعه؟ طيب جم التروتسكيين سموها دوله عماليه منحطه، وقال لك احنا لا لازم نسميها دوله عماليه منحطه لانها فعلا كانت دوله عماليه في لحظه ولكنها تراجعت. جم على الكتله الشرقيه قال لك هنسميها ايه دي بقى؟ وهنا اعتقد الـ 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 الافكار التروتسكيه التقليديه الشرخ الاساسي فيها جه من اللحظه دي بالظبط. ان هم ما قالوش لا دي مش دول، ليس دي دول ليس لها علاقه بالاشتراكيه. اذا كانت الدوله اللي وصلت لهم اشتراكيه احنا مش مسمينها اشتراكيه، ده احنا مسمينها دوله عماليه منحطه. ودول ما نقدرش نسميهم دول عماليه منحطه لانه هي عمرها ما كانت عماليه، ما حصلش فيها ثوره عماليه. فنسميها دول اشتراكيه مشوهه بيروقراطيا. فهنا جزء كبير من الحركه التروتسكيه، مش عايز اقول كلها، اصبح هو بيمثل الجناح اليساري في الستالينيه. فاهمين قصدي ايه؟ انه بقى بينقد الستالينيه بس قابل الافكار الاساسيه الكبيره بتاعتها عن الاشتراكيه، وانها حتى ممكن تبقى في بلد من البلدان او نصف قاره دول اشتراكيه مشوهه بيروقراطيا وان لم يحدث فيها ثوره عمليه. يبقى من هنا التروتسكيه ابتدت تقول ايه؟ التقليديه السلفيه على راي علي. انه اذا يمكن اقامه اشتراكيه بدون ساعدوني ثوره عمليه، برافو عليك. ودي مصيبه سوء، دي كده برضه خرجت عن الثوريه، خرجت عن الماركسيه، الماركسيه هي نظريه الثوريه اللي طبعا وبالمناسبه في الفتره دي في التجمع الثوري الكبير اللي كان اسمه الامميه الرابعه اللي هم كانت بتضم الاحزاب التروتسكيه دي، مرات تروتسكي استقالت استقاله شهيره جدا، واستقالت على اساس قالت انه اللي بيسمي البلدان دي اشتراكيه مالوش علاقه بالاشتراكيه ومالوش علاقه بالانسانيه، لانه كان بيحصل فيها الاضطهاد بقى بالدبابات، ده دول محتله، ولذلك انا مش عايز يبقى لي اي علاقه بالناس اللي بتقول ان دي دول اشتراكيه. وانه بالمناسبه بقى تروتسكي رفيق العمر يعني، ها، لما كان بيقول انه التشوه البيروقراطي اللي حصل في الاتحاد السوفيتي ده يا اما يحصل ثوره عماليه تؤدي الى انهيار النظام الستاليني ويبقى في دوله عماليه ديمقراطيه حقيقيه العمال فيها بيسيطروا على الحكم وعلى الانتاج وعلى الثقافه وعلى، يا اما هتتحول لدوله راسماليه. انا بقول لكم لو كان تروتسكي النهارده عايش كان شاف اللي انا شايفاه، انه بالفعل الاتحاد السوفيتي تحول الى دوله راسماليه ولكن ليس كما كان تروتسكي يتوقع، بل تحول الى دوله راسماليه من الداخل وليس من الطبقات القديمه ولكن من الطبقات الجديده. تخيلوا كان ده 1951. انا هخلص لحد طيب انا هحاول الم الكلام ده اهو، لان يقول انه الستالينيه بره الاتحاد السوفيتي كانت هي طبعا الفكره السائده عن الاشتراكيه. قلنا ده بالنسبه للغرب مفهوم كانت ايه مصالحه، وبالنسبه للشركين المتغيرين كانت ايه مصالحه، ولكن بالنسبه لكثير من المناضلين في انحاء كثيره من العالم كان هو زي ما سماها واحد من القاده الماركسيين الثوريين، سمى الستالينيه في الفتره الحديثه دي، يعني طبعا الستالينيه دلوقتي فكره مضروبه سياسيا ونظريا وكذا، ولكنها كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات في منتهى القوه، في منتهى القوه كان انك تبقى يساري او اشتراكي كما انا ستاليني، وهي وتوليفه ما من توليفات الستاليني، يعني ستاليني او ستاليني ماوي او ستاليني كوبي او كل دي تباديل وتوافيه لحد ما ابتدى ياخد مكانها في اوروبا في السبعينات، اللي هو بيسموه الشيوعيه الاوروبيه وما الى ذلك. سمى الستالينيه في الفتره دي سماها افيون الشعوب. طبعا واضح قوي اللعب بالكلام على ايه؟ انه انت عايز تغير هذا العالم، طب ما انت قدامك اهو بره اوروبا وبره العالم الثالث في اشتراكيه موجوده، وطبعا كان غياب المعلومات
الرهيب لما كنت تسأل الناس حتى لحد قريب، يعني قريب يعني حاجة وعشرين سنة، ليه بتعتبر الاتحاد السوفيتي اشتراكي؟ يقول لك عشان الناس كلها بتاكل حلو زي الفل وفي حرية وخلاص دي الدولة بتطمحل واحنا داخلين على المجتمع الشيوعي الواسع ومجتمع الوفرة، وانه ده الشباب الصغير بيلعبوا شطرنج في الشوارع، ويقعد يقول لك حاجات ملهاش اي علاقه باللي بيحصل. وطبعا لما صار يعني بدات تتخلخل اعمده هذا النظام القمعي السفاح المعادي لاي فكره اشتراكيه، الناس ابتدت تشوف من بره. ولا عجب انه طبعا الاحزاب السريه انهارت بقى في العالم تماما، لان ملوش حاجه يدافعوا عنها. إذا كانت أفيون الشعوب فبمعنى إن هي كمان بتتغذى على ضعف الحركات العمالية. إنه إحنا بنقعد نحلم بوجود هذا العالم عبر الجدار الحديدي لأنه إحنا ما عندناش حركة قوية هنا. مصيبتها السوداء سياسياً هي إنه بالأساس إنه في مراحل الثورات مثلاً زي ثورتنا بدل ما بيدفعوا في اتجاه استقلال حركة واستقلالية حركة الطبقة العاملة بيدفعوا في سكة ايه اللي احنا كنا نتكلم عليه؟ التحالف الطبقي. بيدفعوا في سكة انه العمال والطبقة الحاكمة المشرفاء منها يبقوا مع بعض، ومنها في كتير من الاحيان بيبقى في ظل خطر من اللي احنا سميناهم الطفيليين او الفاشيين او مش عارف ايه، مين بيبقى قائد هذه الرأسمالية الوطنية؟ زي ما انتوا بتقولوا من شوية الجيش. يبقى لازم الثوريين والعمال وكذا يتحالفوا مع الدولة العظيمة دي هي اللي هي فيها الجيش وفيها بتمثل مصالح كبار رجال الأعمال وكذا. تمام؟ فكرة الاستقلال الوطني لسه لحد النهاردة بيتكلموا على فكرة الاستقلال الوطني. احنا بنتكلم على ثورة عالمية، بنتكلم على ثورة للطبقة العاملة في العالم، ثورة تحرر العالم، وبيتكلموا على انه احنا عايزين استقلال الوطني. استقلال الوطني عن مين؟ ومين اللي بيعمل استقلال الوطني؟ استقلال الوطني عمر ما كانت مصالح البرجوازية والطبقة الحاكمة دي معنى استقلال الوطني، بالعكس دول مصلحتهم على العولمة. فإذا أنت عايز استقلال وطني حقيقي بمعنى ما، فيبقى أنت لازم تعارض وتثور ضد الطبقة الحاكمة الموجودة، لازم تغرس نفسك في مصالح المستقلة والثورية للطبقة العاملة، ودي في الواقع مش هتقف عند حدود بلد واحد. ثلاثة، في ثورة زي ثورتنا هيبقوا بيعارضوا وبيعاندوا وبيحاربوا أي حد بيتكلم على دفع وتعميق الثورة خارج الأفكار الديمقراطية والحرية السائدة. يعني إحنا مثلا في ثورتنا دي الشعارات بتاعتها شعارات بتكسر أصلا الأفكار الاسترينية، يعني هي بتتكلم على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يعني نفس الشعارات اللي كان ممكن نرفعها في الاتحاد السوفيتي. فاهمين قصدي؟ العيش والحريه والعداله الاجتماعيه احنا من وجهه نظرنا، من وجهه نظر غالبيه الناس اللي كانت نازله غالبا حتى لو مش مكونين على شكل نظري، انه احنا مش عايزين بس تقول لنا تكوين برلمان شريف عفيف، احنا عايزين اعاده توزيع للثروه. مش كده؟ احنا عايزين نكسر النظام الديمقراطي الليبرالي البرجوازي ده، وده مش هيجي بانك تتحالف مع الطبقه الحاكمه. يعني احنا من وجهه نظرنا كتروتسكيين بنقولها بشكل تاني، بنقول انه زياده دور وقوه واستقلاليه الطبقه العامله وحلفائها في ثوره ديمقراطيه بالشكل ده بيفتح افق انها تتحول الى ثوره اعمق بكتير من انها تقف بس عند البرلمان ورئيس الجمهوريه المنتخب والصندوق. تمام يا جماعه؟ هتلاقي اللي بيقول لك لا ده احنا حسب النظريه الاستالينيه حتى لو ما سميناهاش كده اهو، لازم نمشي الاول في مرحله الثوره الوطنيه الديمقراطيه، هيحاربك لانك من وجهه نظره انت بتخرب كده الافاق قفل الثوره، بتخرب افاق قفل الثوره. فاهمين قصدي؟ احنا عايزين نقفل الثوره على الافق ده بس، الديمقراطي بس، انت بتفتح الافق ده، احنا عايزين نقفله، هنشتمك وهنقول عليك الاقاويل. اخر حاجه برضو ليها علاقه، ودي برضه ممكن نشوفها في اليات ميكانيزمات الثوره، هي فكره الاستبداليه دي. هي فكره ان احنا مجموعه صغيره بنتكلم عن نفسنا احنا الطبقه العامله، واحنا الطبقه العامله عايزين كذا، واحنا ممثلي الطبقه العامله. لا، انت عشان تبقى انت ممثل الطبقه العامله دي
ده بتاخد سنوات من النضال في وسط الطبقه العامله عشان تحوز رضا الطبقه العامله على ان انت تقودها او حتى تبقى موجود جواها. مش انك انت عندك افكار عن تأميم الصناعات الكبرى مثلا، ولو ان حتى الافكار دي هم ما يكونوش عندهم دلوقتي، ان احنا بقينا في عالم العولمه. والافكار الاخيره بتاعت المدرسه الميكانيكيه كمان، انه في حتميه ما كده فهم التاريخ، وان هي المراحل اللي احنا لازم نعدي بيها دي بتقلل كمان، خدوا بالكم من دي كمان، من دور السياسه ومن دور التنظيم في الثورات. يعني غريبه جدا انها بتستبدل، يخلي انه الحزب الصغير ده هو الطبقه العامه، وفي نفس الوقت يقول لك احنا هي الثوره اللي جايه دي جايه بينا او بدوننا، وهي ليها ايقاعاتها الخاصه. فبينفي دور الفرد في التاريخ، بينفي دور التدخل المباشر في التاريخ. وطبعا الستالينيه كفكر، ودي مش صدفه، بتسحب كل الدور ده من العمال ومن الثوريين ومن كذا، وبتحطه فين؟ ها؟ مش بس الحزب، حلو قوي الفكره بتاعتي، في القائد الملهم العظيم. وعشان كده تلاقي كل نمط من انماط الستالينيه ليه اسم واحد. بالظبط، ليه اسم واحد، ده فلان، كانه الباقيين كذا. انا بقول ده علشان شايف انه احنا علينا انه نبقى فاهمين التشوهات دي جايه منين، علينا نبقى فاهمين ازاي نتعامل معاها، علينا نبقى بديل ثوري بيقوم على فكره الثوره دايما، بيقوم على فكره انه الديمقراطيه لو هننتزعها هننتزعها من اسفل بقوه الطبقات المقهوره، مش بتحالفات مع لا الجيش ولا رجال الاعمال ولا كذا. احنا عايزين نبني بديل بيقوم على فكره الثوره الدائمه، بمعنى انه تعميق الثوره الديمقراطيه حتى ينفتح افق الثوره الاجتماعيه. احنا بنقوم على عايزين نعمل بديل بيبني نفسه على استقلاليه الطبقه العامله واستقلال حركتها. احنا عايزين نعمل بديل بيقوم على فكره نقد التحالفات الطبقيه مع الطبقات الحاكمه. احنا عايزين نعمل بديل يكون افكاره هي تحرر الجماهير، مش بس في مصر بس في كل انحاء العالم.